السلام عليكم، كي دايرين الشباب؟ صافا، كلشي مزيان وبخير وعلى خير. المهم، كيف ما شفتوا في ستوريات اللي فاتوا، تجبد هذا السؤال ديال شنو هي المتعه وعلاش هي اللي ما تخلصنيش في المتعه، وياك حنا تمتعنا بجوج، وكيفاش هذه القضيه ديال المتعه وهذه المسائل. باش تفهم واحد الحاجه خصك تفهم المصدر ديالها منين جايه، وكيف ما كتعرفوا بانه الزواج والطلاق والنفقه والحضانه والاولاد والارث وهذه المسائل كامله اللي متعلقه بالاسره هي احكام شرعيه قبل ما تكون قانونيه، بمعنى راه جايه من الشرع، جايه من القران ومن السنه ومن الفقه المالكي. داكشي علاش الا بغينا نفهموا المتعه كيف ما كنقولوا لها حنا المتعه، ولكن هي ماشي المتعه، هي متاع. غادي ندوزوا مباشره للايه الكريمه كيف ما كتشوفوا، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، بمعنى هذا واحد الحق اعطاه الله سبحانه وتعالى في الاثار ديال الطلاق. شنو كيجي مع الطلاق؟ كتجي هذا المتاع. وشنا هو في الفقه؟ هو ماشي بحال كيف ما كنتصوروا حنايا، المتعة هي المتعة الجنسية الحميمية، داكشي اللي كيتمتعوا به الأزواج في العلاقة الزوجية ديالهم. لا، المتعة فقها وشرعا وقانونا هو تعويض على الضرر المعنوي اللي كيصيب المرأة جراء الطلاق. هذا هو المتعة أو المتعة. دونك كيف ما شفتوا معايا، المتعة ماشي هي داكشي اللي كيتصور وكيتخيل، بل هو واحد التعويض على الضرر المعنوي اللي كيصيب المرأة جراء هذا الإنهاء وهذا الطلاق هذا. ولكن في القانون خصكم تعرفوا ماشي بأنه أي مطلقة كتاخذ المتعة، لأنه المتعة عندها واحد الشرط مهم بزاف في القانون، خاص يكون اللي كيطلب الطلاق هو الزوج ماشي الزوجة. لأنه المحكمة ديال النقد شنو كتقول لك؟ كتقول لك بأنه إلا طلبت الزوجة طلاق الشقاق ما كتاخذش المتعه، بل انما كتاخذ واحد التعويض الى تبتات بانه الراجل هو اللي بيك عليها، هو اللي عايشها في المرار كيف ما كنقولوا، باش هي مشات طلبات الطلاق. دونك هذا اللي كاين. اما المتعه كتاخذها المطلقه اللي طلقها راجلها، بمعنى هو اللي مشى للمحكمه ودار الدعوه وطلقها. دونك هذا هو اللي كاين، هو واحد التعويض على الضرر المعنوي، ماشي داكشي اللي كيتخيل البعض كيقول لك بان ولا واش تمتعت وما تمتعتش، ما داخلش فيه داكشي اصلا، لانه الشرع والفقه عنده مقصد اخر، وحنا عندنا المتعه هي التمتع، هي العلاقه الجنسيه وداكشي الاخر. دونك هذا هو اللي كاين، نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بعد هذا التعويض هذا ديال المتعه. وما عندي حتى شي مشكل، انا ندير لكم تقريبا شي فورماسيون هنايا في سطوريات على هذا الشيء ديال الزواج وديال الطلاق والاحكام ديالو والمسائل ديالو بشكل مبسط. نتمنى بعد تكونوا تفهمتوا شويه هذه المتعه هذه. تبارك الله عليكم.